السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب، نتكلم الآن عن أحد أمثلة الهرم البيئي، وهو عبارة عن هرم الكتلة الحيوية. هذا الهرم شباب بيمثل كل مستوى من مستوياته كمية الكتلة الحيوية التي يستهلكها المستوى الذي فوقه. يبين كل مستوى مستوياته كمية الكتلة الحيوية التي يستهلكها المستوى الذي فوقه. بنجد يا شباب في مستويات هذا الهرم اللي يسمى اسمه هرم الكتلة الحيوية، أنه كلما اتجهنا إلى أعلى يحدث تناقص في الكتلة الحيوية المتوافرة. يعني هنا شباب كانت 809 صارت 37 ثم 11 وأخيرا 1.5 جرام لكل متر مربع، وهذا يوضح أنه يحدث تناقص في الكتلة الحيوية المتوافرة كلما اتجهنا إلى المستويات الأعلى. السؤال ممكن يديني الجزئية هذا شباب، يقول لي الشكل يمثل هرم بيئي. هذا الهرم هل هو للطاقة وللكتلة ولا عددي ولا غذائي؟ لو تناظر شباب عندي المستوى الأول كان 1000 كيلو جرام، صار 100 كيلو جرام، ثم 10 كيلو جرام، ثم 1 كيلو جرام. إذن هو بيمثل هرم بيئي للكتلة. واحد الكتلة شباب هي عبارة عن الكيلو جرام، فتكون الإجابة الصحيحة هي ب. دمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.